اش غنقول لكم؟ نقول لكم صباح الخير ولا مساء الخير ولا شنو نقول لكم؟ المهم دابا هادي راه جوج ديال النهار. واش تعرفوا يا البنات واحد الحاره عندنا فواره؟ عاد انا دوشت البارح ودوشت اليوم، اليوم ماشي دوش، اليوم كبيت عليا غير الماء بارد، دخلت كبيت عليا الماء بارد برد مقلاصي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بعدا بخير؟ اش كتعاودوا صحيحه؟ المهم كاينه عندنا تعرفش بحال ديال الحاره، راجلي خرج راجلي خرج يتقدى ليا شي حاجه. شكيت عليكم البنات، قولي واش غير نتوما ولا حتى انا؟ جاتني واحد الحكه في الجلد ديالي كلها، كنحك ماشي حكه، الجلد ديالي ناشف وكنحك كنحك حتى كنطير الجلد. فراه الا وريتكم رجليا كيفاش دايرين غادي تخلعوا. ما عرفت واش الناس كلهم هكا، واش زعما لي فام اونسانت كلهم هكا ولا غير انا بوحدي؟ واش تعرفوا رجليا كنشوف فيهم دابا كلشي مقمشين، مع انا عندي الضفار وكيحكوني كشدني واحد الحكه، واحد الحكه هيستيريا، كنبقى نحك 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 حتى كنطير لهم الجلد فوق كيخرج الدم. كيقول لي راجلي برك عليك من الحكره غتخرجي على رجليك. تعرفوا كي وريتهم رديتهم زرقين زرقين رجليا، زرقدهم ولا فيهم بحال الحبوب، ورا ماشي حبوب، ورا داك الشيء اللي كنحك كنحك حتى كنخرج الدم وكتولي بلاصتو حبوبه. نقول لي حتى نتوما كيفاش، واش القضيه عندكم هكا ولا غير انا؟ قلت لكم عندنا خرج راجلي وشاف قال لي عندنا 39 درجه ديال الحراره هنايا في هواره، الناس ديال هواره غيكون في غماوليه هاد يومين، البارح واليوم المود ديال الصهد بمعنى الكلمه، المود ديال الصهد بمعنى كلمه المود ديال الصهد. دابا عاد بدا الظل مع جوج ديال النهار هكا كينزل الظل عندنا حنا في الطيره، صافي كتحط الدار عندي بارده، الدار مقلاصيا، الدار عندي بارده مع عندي مخليه داك الفوق ما كتوصلنيش السخونيه نهائيا، كلشي كب عليه الماء وجالسين هما جالسين مفرجين. وانا نوريكم شنو صيفط راجلي جاب لي شنو مع الشقه وصيفط راجلي. المهم الظلم دا تشوف معايا اش فيه، ما عرفتش ضربني على ما عرفتش كنتشهى. دابا انا كنتشهى وكنطيب لهم، هما كيجلسوا ياكلوا نجلس نشف فيهم. المهم الحمد لله، اللهم هكا ولا كيفاش كنت كنحمد الله ونشكر نبوس يديا هنا وهنا ونحمد ربي ونشكرو. قال ليك كي ما عرفتش ما كيقوليها، ولكن نحمد الله وشكرو على كيما وليت على كيف كنت. الحمد لله وليت كناكل شويه كنشرب الليمون. بالنسبه للناس اللي كيقول لي حياه الفيتامين، الفيتامين البنات كتقيدته ليا الطبيبه، شربته كيدير ليا الدخان، كنشربو كيجيب ليا الردان وكيجيب ليا الدخان، مابقيتش كنشربو حبستو، قيدت ليا داك الفيتامين. حتى نعطي لشي مرا الا حامله ولا شي حاجه بحال هكا نعطي داك الدواء اللي كنشرب الا غايدير ليها شي حاجه حيت انا ما نفعش فيا. دابا شنو كنعطيها؟ كنشرب كاس ديال الليمون ولا جوج كيسان ديال الليمون في الصباح، على الصباح على الريق، وكنشرب في العشيه فاش عند الفطور كنشرب جوج كيسان ديال الليمون عاوتاني. هذاك هو الفيتامين ديالي. راه كاين نهار البنات اللي كنصوم كاين نهار اللي ما كنصومش، راه ماشي دائما كنصوم، راه غير ما كنوريكمش حيت ما كنبغيش ندير فيكم زعما داك تقولوا واه سعدتها فاطره وانتي لا واه، فهمتوا يعني؟ انا ماشي بخاطري، انا راه غير الا فطرت راني غادي نردو، ماشي غادي نردو. قال لي سمعت واحد الشيخ قال بلي تقدري تخرجيه، يعني جلست حتى الاخر 10 نخرجو نعطي داك المجموع ديالو لشي شي راه شي واحد ما فحالوش، فهمتوا؟ تعطي شحال خرج ما عرفتش داينا. غير قولي انتم البنات ما عرفتش واش كتخرجي شحال النهار، واش 10 درهم ولا 15 درهم؟ الله يرحم لكم والدين الا عارفين شحال كتخرجي في النهار. بالنسبه للناس اللي ما كيصوموش واش بالنسبه لي انا 10 درهم كانت شحال هذه فاش كانت المعيشه رخيصه. دابا انا كنقول راه 15 درهم واقيلا، راه زاد ورا دورت 15 درهم باش نحسب حتى انا نهاراتي، وباش ان شاء الله في فتره رمضان نخرجو نعطيهم لواحد. هذا كيف كيقول لها تخرجي تخرجي غير نهار ما كنحلو ما كنقدرش، كاين شي نهار كنقدر كاين نهار ما كنقدرش. المهم يلا ندخلوا دابا نكثر لكم بلا كي دابا كيبرد الحال زوين، دابا كيبرد الحال في ديك الجوج ديال العشيه، و ما حتى هاد لابيسين خاص هي دي نزلي غسلو باش نكب ليه شويه تاع الماء يبقى يلعب فيه مسكين، كب ليه بشويه ديال الماء حيت باقي ما شاريينش، باقي ما شاريينش البومبه، فهمتوا؟ ديك البومبه اللي كتانسبيري، يعني ما نقدرش نعمر لابيسين، لعمرتو غير خضار الماء، خصني نجيب البومبه باش نانستاليها باش نقدر نعمرو باش يقدر يفلتري باش ما يخضرش ليا. مي دابا الا عمرتو غادي يخضر، قبلي فيه شويه ديال الماء يلعب فيه حتى يسالي وكنهزو نكبو للشجر. عرفوا واحد الحراره اليوم، انا ما نعاودشكم 39 ديال الحراره، الموت ديال الصهد، الموت ديال الصهد. انا متاكده بغيتو تعرفوا شنو تشهيت اليوم، انا متاكده. شوفوا الكرعين ديال البقر، شايف الكرعين ديال البقر؟ شي غير سمعتي فاش طوبات بجيت كلمه الكرعين ديال البقر، مشى شراهم جاب لي جوج، قلت جاب لي جوج ديال الكرعين. بالنسبه للناس الكرعين ديال البقر تعرفوا بشحال لقيتهم انا في الوارة بسبت القردان؟ دايرين 70 درهم للوحده، وراه كبيره تبارك الله، شوفوا قداش راه كبيره وغلاض، 70 درهم للوحده. سولت عليهم اخر مره فاش مشيت لاكادير سولت عليهم شحال كيديروا، 85 درهم للبياسه و15 درهم ديال الفرقه، واحد
غادر الطريق ويجي يشريهم في هواره. مري الخاص فوره 70 درهم واقل 85 درهم، راه الحماق هذا. المهم راه مشويين وكلشي، ولكن انا عاود لهم شوي حيت ما شاويينهمش مزيان، مشويين وقطعهم ليا وداكشي وجد لي داكشي. قلت لي خذ جوج، لكن كبار في الحقيقه ما عرفتش فيها ياخذ جوج، غنحدا وحده وندير وحده ولا نديرهم بجوج ما عرفتش. هم خاصهم يعاودوا حتى يبرد الحال ونشعلوا العافيه، ونعاود نشويهم مزيان ونقيهم مزيان ونغسلهم عاد ديك الساعه ندخلهم للكونجيلاتور. هما راه باد اللي كانوا عندي في الثلاجه وصافي، بلا ما نحطهم في الثلاجه نخليهم هنا تنعاود نشعلوا العافيه. حتى هما راه ناعسه دابا ديك الجوج، راكم عارفين فاش كيكون صاد ديك الجوج الواحد كيمشي يقيل يتكالم شويه مع راسو. وانا غادي نشوف ان شاء الله ما ندير الفطور، راجلي مسكين تا هو عم تكي وصافي تكي تا هو مسكين. قلت له رمضان يا دراه ما صايمش اليوم، صام صام فطر جا الصهد صام في الصباح. وقول يا ماما ما قدرتش ماما الصهد ما قدرتش بالفطر. قلت له ولدي فطر عشان غنبزك على الصيام، تو كان تكبر راه ما تصوم. المهم فطر ها صافي. يابا يلا دابا نشوف شنو غادي ندير الفطور ديالنا، ولكن راه ما غاديش نطيب الكرعي اليوم حيت راه خاصهم الوقت وما كيبغوا ثلاث سوايع على الاقل تاع الطياب. نطيبهم ان شاء الله فوق الفاخر نهار اخر. دابا اليوم الحال سخون، اللي ما عرفش يشليضه ولا شي حاجه هكا دغيا دغيا سهله مهله خفيفه ظريفه. نات بنانات، المهم غنوريكم احسن سلطه ممكن ديروها في الدار. انا ما درتلهاش العطريه دابا، نديرها هكا وندخلها الثلاجه نخليها حتى الوقت الفطر ندير لها الثلاجه. غتقطعوا بصله خيار ولا سميتو ولا الفكوس اللي عجبكم. هنايا الطون، طون بالماء ماشي بالزيت، ولا كان الزيت حيدوه. هنايا لافوكا قطعوها حتى هي، انا خديت لا سلاد هنايا ها هي تفرشتها مغسوله وفرشتها. المهم هنا حتى لوقت المغرب عاد غادي نخلطها، غنخليها هكا. لافوكا درت عليها شويه تاع الحامض باش ما تكحلش، ندخلها للثلاجه حيت يودل المغرب ان شاء الله يودل المغرب. غادي نزيد عليها شويه تاع زيت العود، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وهاد لا سلاد. وردوا عليا الخبر، ردوا عليا الخبر يا البنات، راه كتجي رائعه وبنينه بنينه. انا ما عرفتش دابا ندير غير السلوفان ونخليها على جنب. تعرفوا علاش كندير اليوم انا سلاد؟ حيت راه الصهد وما واكلين ليا والو، راه الكرعين كاينين وليني هذوك الكرعين شكون اللي غياكلهم الصهد؟ راه غيبغوا غير السلاد شي حاجه بارده. اليوم غندير اليوم شي حاجه بارده بارده بارده، غير البرود البرود باش ياكلوا داك الشيء. بنات جينا انا واياد دابا لقيت المهم لقيت راكم عارفين بقينا ديال الفطور، وقال لي بغى واحد الحلوه شافها بشكل البنات كاينه زويونه، كاينه في هذا الكتاب ديال الثيرمومكس. هاي بيسكي اوبر، بيسكي اوبر كتجي زويونه في هذا الكتاب ديال الثيرمومكس، سميتو بيسكي اوبر. هو قال لك عجبني، حتى انا كيعجبوني هكا لي بيسكي اوبر كيجي زويونين. هما نوريكم حنايا شنو غنديروا فيه، وانتم ديروا خلطوا بيدكم فهمتوا، يعني حنا غنديروا حيت عندنا الثيرمومكس غنديروا فيه. شنو خلطوا بيدكم؟ قال لك 200 عندكم 250 غرام ديال الدقيق، غنديروا 250 غرام ديال الدقيق. شوفوا خلاص نصوت تنقر لتو بس في السل تنسيت تنقر لتو تنقر لتو 250 250 غرام ديال قال لك Attends, fièvre 100 grammes de sucre en poudre. 100 grammes. Sucre. Ouais. Sucre. 100 grammes de sucre glacé. Le sucre glacé ou le sucre à l'aide, il est bien. 150 grammes. Non, 100. C'est pas 100. 100 grammes. Voilà. Vas-y. ما غاديروش نديرو كلها 100 غرام باش ما يجيش حلو بزاف. نقصو نتوما، انا درت غير 96 غرام، ناقصه شويه السكر ياكو. غندير 100 غرام ديال الزبده ومخسو ياكو. نتوما ديروا هاد لي زانغريديون عادي. مية غرام ديال الزبده، فوالا 100 غرام ديال الزبدة، وقال لكم واحد البيضة، بيضة الناس، بيضة وحدة،
ريحه بزاف. قال لك شويه ديال الخمره حمراء هادشي ديرو عندك في الدار ندير معايا نبقى ندير عيني ميدان عرقه صغيره انا انسار الكوفركل صافي دابا غادي تخلط لينا هادشي خلطينا مزيان خلطنا الحلوه مزيان انا فيتاس 6 نعم نعم با بوكو دو فيتاس ديال جمعها صافي دابا غادي نخرجها باش نديرو بها كويرات صافي مطرح ان بيتي سيكون بودر سور ناسيت حنا غادي نديروها هكا يلا ها جمعنا نديروها المهم الفران ديالنا البنات راه سخنتو على 180 درجه ديال الحراره ياكو ها هي الحلوه غادي نجبدها باش نجمعها باش ندير بها كويرات صغار عرفو ساهله ما تعذبت ما تمحنت ما وسخت يديا ما توزع هز حرك وتقوليك شنو ديري راه الوصفات كيعطوك الكتاب فيه الوصفات وكتلقاي الوصفات عندك في الابليكاسيون ها اللي عجبك نتو كاين عندك الكتاب ولا كاين عندك الوصفات راه مقيدات الانترنت كيترا فيه الانترنت كتلقاي فيه نحاول ندير بها انا كويرات صغار ديكور وصافي ندير الكويرات كبار ولا صغار بحال بحال هاي الفوق ها الخمارة ديرهم كيما عندكم البنات نتوما ولا كيفاش بغيتو وحدة انا الاولى قالك اسي هنا كنبغي الحلوة شهاني فيها كاع حتى انا ملي كثير ليا هاد الحلوة حقيقة هاد تيموميكس بالصرنا ولي على اللي بغاها نديرها ليه مع كيسهل عليا المأموريات على اللي تشهاها نديرها ليه غيدصر ليا الدري ماشي مسكين يدصر فاش يتزوج جيبها مرات في التيموميكس نعم فاش غتزوج غتشري لمراتك التيموميكس انا انت غتسكن معايا لا انت غتسكن معايا باش تزوج ولا غدير دارك وتمشي لا اي وتخلي لنا بلا لا شوفوا الولد شوفوا الولد هذا لا دابا السؤال هو الوجيه هو واش انت فاش غتزوج غتسكن بوحدك مع مراتك ولا غتسكن معايا سؤال صعيب على هذا السؤال قول سي هي ما غاديش تسكن معايا وسكن معايا حبيبي شكون حبسك وي جيبها حتى هي تسكن تسكنوا بجوج ما عنديش مشكل تعمروا عليا تعمروا عليا ما نديش بوحدي ولا غتسكن بوحدك وعمرتك ولادك اش بان لك دابا قولي اش غادي دير انا بغيت نعرف اش ما غادي دير عرفتيش يعني مزيان هاد الحلوه طون طون تجمع دغيا لا ما عذباتني دغيا بس 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 وهالحلوه واجده هادشي ما عرفتش واش غتفرش واش ما غاديش زعما واش غادي تطلق واش ما غاديش تطلق والله ما عرفتش غادي دير مازال ما عرفتش غادي دير ما تلقات ماشي مشكل المهم انا هي وجدت ندخلها للفران 180 درجه الفوق لتحت مده شحال هي تقول مده شحال هي شحال دقيقه ما شحال دقيقه نشوف احمر شويه ونخ ما هي وجدت شنو ها؟ أو نطيح هادشي كله صافي نخليها طيب ورجع
عليكم فاش الطب باش نوريها لكم يدقائيه يقول لكم كيفاش الشكل ديالها والمذاق ديالها. اللي هو البنات ديالي راه ما خصكمش تخلوها طيب بزاف، راه جات طايبه من الداخل. اياد كيفاش جاتك؟ ايبل ها ايبل جات البنات واعره كخوكونت. حل حل قسم شي وحده، قسم قسم وراهم من الداخل كيفاش دايره، باقا سخونه يلاه مخرجه، قسمها من الداخل شوفوا كيفاش دايره. قسم على جوج هاد حتى باسكو سي شو هي ناري تقسم ياك فاش تقسم دغيا هتعزع. انا غنقسمها شفتوها لا 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 شفتو كيفاش داير ناري البنات جربوها الطريقه تعجبكم الوصفه واعره. المهم هنا البنات الويده ديالي راه جالسه كت دوك الكرعي اللي جبت السيد قلت لكم راه السيد راه محمرهم ولكن ما سميتو ما محيدشيهم الزغاب مزيان اش هادشي قال تيقولي صباطه الزغاب ياك ما محمرهمش مزيان فهمتو. والويده هنا شعلات العافيه في الكانون وجالسه كتحمر فيهم باش غدا يقدر غدا ندير لهم الكرعين. غدا عمرني صبت في حياتي عمرك ما صبت الكرعين ديال البقر قري واحد زعما تعرفي ليهم نتوكل عليك انا واحد واش بدي الكوكوت ويشبعوا الكوكوت انا باغا نديرهم فوق العافيه بشويه عليهم يطيبوا نديرهم واقيلا في هذيك القدره اللي مهرتك لهيه فهمتي كرايه طيب واقيلا في القدره قلت لكم عمرني ما طيبت الكرعين ديال البقر اول مره غادي نطيب الحقيقه ولكن كي تحطيتي بو مزيان عاد تبدا فوق الجمر بزاف كوكوت حطيتيه مزيان اه راه بلا كوكوت راه ما كيطيبوا هما دايرين بحال الدجاج البلدي كيطيبوا واش الدجاج البلدي نهار تليتي طيب ولا ما طيب؟ لا 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 سمعين هما راه كيطيبوا ساعتين ثلاث سوايع بحال الدجاج البلدي كديريهم في الكاميلا وكتسدي عليهم وصافي ويطيبوا يهراو ريب كوكوت طيبوا مزيان عاد حطيهم في الجمر عاد ديرهم في الجمر ولا هو ترى كنحيد لهم البنة لا لا المهم هكا كتشوفوا راه انت بتصفيهم غنديرهم فوق سلطه صباطه سيدي شوشيه صح شوفوا اللي با هذاك شهيته اللي هذاك نشهيها في الكرعي صباط يعني العافيه نشعلهم نحيدهم مزيان نحيدهم منهم داك يفون فيها جوج غري كما لا هذا غري سي بور اونلفي لي بوال شيري تي فوا لي بوال لو ميك الا اونلفي لي بوال مي لا با بيان اونلفي حيدهم ولكن هذوك الزغب ديالهم راه ما حيدوش مزيان ماش كيبان لكم هنا ولا لا شفتوا ما حرقوش مزيان خصهم يتحرقوا مزيان باش يحيدوا عرف واحد الريحه طاره على مزينتها حتى داك الكبار تما يطيبوا فوق هنا حطيهم هي باقا البلاصه هذاك تاع حيد ما ما عندهمش الماء دجاج ولا عاد عاد ها هما هاكوري عناتنا جبت جوج كتا قلت انا واحد قليل جبت الثاني قلت ليه جيب لي جوج سي بوكو دو ها كبيره غندير واحد ماشي با غاف جمي ان جو كارد ان غندير واحد وراح نحضيه في الكونجيلاتور حتى نبغوا شي نهار نديرو غنقلب عليه انا اصلا هو راه ما عمرو ما كلا الكرعين وكنقول ليه راه نهار تاكل الكعير غير بكرة كتجي فيهم واحد البنه بحال هو نهار عرفت راه ما كانش كياكل الكبده ما كاينش كيحملها كيقول ليش داك الشيء كتاكلو فاش داك الزبل كتاكلو حيا الله تا ولا كياكل الكبده ويقول لي بنينه زيديني الدجاج البلدي ما عمره ما داخل دجاج تا جامي قلت البولي بلدي جوسكا لا بروميير فوا اون قلت جوست اورير عمره ما داخل دجاج بلدي ها هي فاورير ولكن داكشي ما عمره ما داخل في دارهم ولا عند امو ولا هادشي قلت لي راه تعرف المذاق ديال الرجلين راه ما نعاودش ليهم بلوس واعز عليه الحمص نديرهم ليه مع الحمص راه كيجي واحد المذاق ما نعاودش ليكم تعلي ليهم العافيه بشويه ويجلسوا يطيبوا حتى كيولوا حتى كي داك اللحم كيهرب من العظم كيحيد من العظم كتبقى واحد البنه زوينه 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 انا راه قلبت على الوصفه ديالهم شافت الوصفه ديالهم والعافيه نشعل لهم العافيه نشعل لهم العافيه هاكا ونخليهم خاصني الجمر زيد ليهم الا غندير لهم هكا كي غندير لهم الجمر ولا العافيه وحده من جوج هذيك القدره المليوحه تما راه ما تدوش على البنات هادشي مليوح انا مرا هادشي ما قيمه مقاد انا داين فيه غير الدجاج والقنينات حتى نقادو ندورو الحيط انا مدوزين لي غير فيني حيت غارسين فيه هاد الشجار كي هكا ماش كيبان لكم حتى ندوز ليه ندوز ليه الحيط وداكشي وداكشي باش فيها مزيان قالها ماشي مشكل راه مشات ثاني طاح كل نهار ثمين مشات والو لا تصوري انا عندي حق تقول لي تصوير مشات والو راه صورها ما مغطيش يعني حتى ندبر معاك اش بديري كاع واخا باش اش بدي علاش بديري ساعه كاع باش
كاع فحالاتي. ايوا خلي قلت لك انا شاني انا ما نغطيش عيني من بعد صوريني عبد صورتك صورت لك صدرك وصورت لك ايوا راسك وصورت لك رجليك ويلا ايوا طلي 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 لقيتي غسيري رأي درتها من حبيباتي غزالاتي هذاك الدجاج درت ليه شويه ديال من بعد ما طيبته في المقله دي شويه تعبت شويه دار شرب فيه ودخلت الفران يطيب هنايا عندي البغرير والكريب البغرير والكريب وهنايا داك البقايا ديال البارح ديك هي الماكله ديال البارح راجلي دار واحد لاصالاد انا ما عرفتش شنو فيها دارها بالكرافت لاصالاد بالكرافت وهنايا سنايا ترأي بيه وهنايا البنات دار واحد لاسوب غندوقها الا زوينه غنقول لهم وريكم لاسوب هذه لاسوب ديال العدس بالعدس وهنايا لاصالاد ديالي اللي درت درت ليها ديك العشاء تاع المحشو تاع الابزار وهذيك الحليوه ديالنا ضرب فيها اي شيء ما خلى فيها والو كلها كلها وعصر ديال الليمون كما العاده فطيره فطور متواضع جدا الكبال طيبنا الكبانه من فوق الجمر ونطيبت هذاك طيبنا مزيان جيبوا ديال من معرقه نسيتهم نكبر لكم دار العافيه.